بصراحة أنا ما نكرهش حياتي الشخصية تبقى خاصة، لكن ما فيها بس أنك تفرح الناس اللي كيبغيوك، يعني بخبر زواج أو شي خبر زوين، لكن ماشي مع أنني نبارطاجي كل شيء فقط. لكن أكيد غادي نقولها، أكيد. بصراحة كاع الفنانين المغاربة تبارك الله عليهم كيخرجوا أعمال في المستوى وكنكونوا فرحانين بها، وكنتمنى هذا الشيء يكمل والمشعل الأغنية المغربية يزيد القدام فقط. وهاد الأيام كيف ما كنشوفوا أن الراب ما شاء الله واخد لا توندونس ماروكين في اليوتيوب، أنا ماشي من هوايتي الراب صراحة، يعني ما نقدرش نفتي عليك، ما كنتبعوش، ما كنفهمش فيه، لكن بما أنه واخد توندونس يعني راه شاغل واحد شغل الرأي العام المغربي. الفنانة دنيا باطمية فنانة غزالة، صوت كيحمق، الأغنية ديالها الأخرى مصرية كتحمق، يعني ما شاء الله غناتها بواحد الطريقة زوينة، وكنتمنى لها التوفيق في المغرب والوطن العربي كله إن شاء الله. بصراحة أنا موجدة ألبوم، لكن باش ما نتعطلش على الناس اللي كيبغيوني لأنه كيوصلوني بزاف الميساجات مؤخرا، زينب فينك، زينب غبرتي، غنزل لهم أغنية من الألبوم قريب إن شاء الله. كلمة لجمهور الدار، بغيت نقول لكاع الناس اللي كيتبعوني عبر جمهور الدار، شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم، وديما تسناو جديد ديالي في الدار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.